اهلا بكم مشاهدي الكرام في عدد جديد من بوليتيك مع اليوم مصطفى مازوزي وعبد الوهاب جاكون. مساء الخير. مساء الخير رجل فلاول. مساء الخير مشاهدي الكرام. في عدد اليوم نتناول مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء خصص لقانون الانتخابات. سنتناول ما جاء في النقاش اليوم في بيان الذي صدر عن الرئاسة، ونتناول ايضا كورونا وتصريح بعض المسؤولين في الافافاس والذين تمنوا التحاور مع الرئيس تبون، وقالوا أن الحوار مع الرئيس تبون قد يؤدي إلى حل لما نعيشه من حراك الآن. ولكن قبل ما نبدأ، يعني أولا كاين أمطار يعني غزيرة في 25 ولاية أو 26 ولاية، يعني فالخير لأنه غيف كبير، لأنه حتى خفنا من الجفاف راح نخافوا فلاحة، يعني لعب دور كبير في الناتج المحلي نتاعها، 25 مليار دولار كما قال الرئيس. الحمد لله نظن الموسم تم إنقاذه بفضل الله تعالى سبحانه وتعالى. الحمد لله بيان سور. هذه الأمطار كانت منتظرة، باسكو مع انخفاض نسبة السدود إلى 45%، بدأ الخوف، بدأ القلق، ماشي الخوف. والحمد لله، وأنا تكلمت مع مسؤول في مديرية الري في تيزي وزو، قال لي هذه الأمطار تاع مارس هي اللي تملأ السدود. صحيح. سي لي بلوي دو مارس. و يعني الحمد لله، ثاني سي بون نوفال للفلاحين تاعنا. مالوروزمون نتأسفوا على وصرى البارح في الشلف. في الشلف. نعم. جبت تذكر انه ضحيه سابع، يعني تم اكتشافه ربي يرحمهم صبر الاهالي نتاعهم. يجب تذكر ايضا انه الامطار في مارس يعني مفيده جدا للحبوب، يعني للحبوب، لانه البلاد تراهن على الحبوب. يقولوا يعني مارس مغرس ما ديسارس، اللي هو ترجمها لنا مصطفى، يعني شهر مارس كي يجي اون فورس يندفع. اللي صارص تدير ايضا المنطقه في لحيه الحبوب في جيت من منطقه واد زناتي اللي معروفه مشهوره بالنوعيه تاع القمح نتاعها. حنا واش يعني عندها موسم الحرف هو يعني الخريف، ونستناو الصيف كما يقولوا الحصاد. الصابه. وبين البينين نستناو يعني المطر، يعني الامطار، باش يعني تسقي يعني لا مادة يعني الماء، يعني هي كما نقولوا أساسية. ولكن حان الوقت أننا لازم نفكر في بدائل. يعني درك كاين فيه تقنيات، حتى الرئيس تكلم عليها في الحوار تاعو مع الصحفيين، كاين فيه تقنيات. هذه التقنيات لربما تخلينا أننا كما نقولوا حنا نقصوا من العجز، حتى إذا كانت ما كانش فيه أمطار نقصوا من العجز. وهذا ماهوش غير موجود يعني في يعني في الجزائر، هذه موجوده في كل البلدان. وعندنا تقنيات، يعني تقنيات هي وطنيه، يعني حتى المواد، حتى القنوات منتجه محليه. نعم. وراه منتوجه يعني ماشي راح نستوردوها، لانه المشكله اللي تبقى في بلادنا، يعني حتى تاح الامطار في المردوديه تاع القنطار تاع الهكتار من في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ من من كم الكميه. نعم. في القنطار الواحد تبقى ضعيفه، يعني معدل تاع 30 35 ربما اقل، يعني وهذا الشيء قليل مقارنه بالدول المنتجه. احنا 20 من الحاجيات احنا رانا نستوردوها تاع القمح مثلا. صح. وقرينا تقارير هذا اليومين انه مازال فرنسا هي المصدر الاول للقمح، نستوردوا القمح. اخي حاول لما نحاول باش اننا نغير يعني الفرن تصير فيها اكثر مشاكل. نتمنوا يعني يبقى مشكل تاع الحبوب وتاع الدواء، يعني لو نصل الى 80% من حاجياتنا او اكثر، يعني ممكن نديروا قفزه. نعم. نروح الآن فقط خبر وندخلوا الأهم خبر اللي هو اجتماع مجلس الوزراء. نتحدثوا على اليوم بيان من أحد أعضاء لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدينية حول صلاة التراويح، لأنه شفنا في الأيام الأخيرة جدل، يعني شفنا عضو بلجنة مكافحة كورونا قال أنه قد لا يسمح بأداء صلاة التراويح، شفنا بيان من وزارة الصحة وتم إنهاء مهام إذا جاز هذا التعبير أو إخراج الدكتور بركاني من اللجنة، وصدر بيان من وزارة الشؤون الدينية أو من لجنة الفتوى بأنه لحد الآن إلا إذا تطورت الأوضاع ستقام صلاة التراويح في المسجد ببروتوكول جديد، يعني تباعد وإجراءات. وهذا مطمئن، لأنه يجب نكونوا يعني موضوعيين شوية، رمضان حساس عند الجزائريين، خاصة الصلاة. يعني
يعني، وفي اذا بقى الوضع على ما هو عليه سيسمح بصلاه تراويح الا اذا تغير الوضع ان شاء الله ما يتغيرش كما نرى. لا في دو 8 مارس لا جورني انترناسيونال دو لا فام و لا جورني انترناسيونال دي دروا دو لا فام شي سيرتان بي كوم لا فرونس نديرو صلاة التراويح ونقصوا النساء. هذه سي اون ديسيزيون. هذه كاش اسمح لي اسمح لي ما كاش ديسيزيون نساو الاطفال راني داكور. واش ليغاليتي اونت لا فامي حتى في الصلاة نديرو تفرقة. شوف سوا سي بيرمي ما كاش تفرقة. اسمح لي سوا سي بيرمي يصليو كاع الناس المرأة ولا راجل سوا نغلقوا المساجد. شكون قال لك انت بلي راح نخسيو النساء؟ قالوا هكذا داروا. شكون اللي قال لك؟ هضروا وهم يتكلموا. شكون اللي قال لك؟ دونك ديجا انت تقول لي شكون قال لك؟ انا ثاني اليوم نتعجب حتى رئيس اللجنه العلميه اقيلة. علاش تعجبش؟ نقول لك علاش؟ سي بوست بوليتيك هذا باش تنحل. نقول لك نقول لك ما تتعجبش. نقول لك لانه علاش ما تعجبش؟ تعجب بس علاش؟ انا نقول لك علاش ما تعجبش؟ لجنه مستقله تنحلها مصطفى. لا شوف نكونوا موضوعيين وهات اين انا نقول لك هو دار تصريح على صلاه التراويح. اولا اللجنه العلميه مع احترامنا للدكتور بقات بركاني اللجنه العلميه مكلفه برصد ومتابعه كورونا وليس باصدار قرارات تخص الصلاه او مش الصلاه. قرار الصلاه قرار سيادي تتخذه وزاره الشؤون الدينيه او الحكومه سيلون دي زوريونتاسيون سيتيفيك. لا ما كاينش اللجنه تقترح. دور اللجنه كما اراها انايا وكما هو موضوعها تقدم اقتراح الى السلطات بالضبط. وبعد السلطات من حقها هي اللي تقرر تقام الصلاه او لا تقام بناء على التوصيه نتاع اللجنه. وليس لك الحق لعضو في اللجنه ان يقرر يقول لك ما نديروش صلاه التراويح او لا. اولا هذه بصراحه تخلق نوع من الشك والغموض عند الجزائريين وعند خاصه وان رمضان حساس وبالتالي يجب احترام صلاحيات. وهذا اللي نقول لك كل واحد حد يدير يعمل في الاطار المرسوم له وبالتالي احترام البريغاتيف تاعو. اذا لما يتخذ قرار انا لست مع او ضد ولكن اعتقد انه ليس من صلاحيات دكتور بقات. لحظه مصطفى وخليك ليس من صلاحيته يدخل في قرار اقامه الصلاه ام لا. هذا القرار حساس جدا حساس جدا. ثانيا هذا من صلاحيات الحكومه وزاره الشؤون الدينيه. ثالثا وهذا هو الأهم لحد الآن لا يوجد تفريق بين النساء والرجال في الصلاة. لماذا الفرق التفريق بين النساء والرجال؟ إذا سمح بصلاة فصلاة الجامع مفتوح للجميع. وإذا وأنت إذا خذيت خبر من الفيسبوك وبديت تحاكي فيه الحكومة يعني سي با نورمال. أنا مانيش ندافع الحكومة برك واحد يكون موضوعي. لما القرار يصدر عن الحكومة ثم ننتقدوه أو نشجعوه أو ولكن مش كل ما يكتب في الفيسبوك ناخذوه على أنه حقائق. نو نقول لك اليوم يعني نتأسف على هذا الإقالة والله العظيم سي با كوم سا كون ميرسي أن كرون ميدسان اللي كون لي كومبيتون خدم في لي مومون ديفيسيل. جا الوقت وين درك على بالنا باللي ماشي اللجنه العلميه اللي رايت اللي راهي عندها لو بوا فينالمون سي بوليتيك. ينقصوا في الكورونا ولا يزيدوا في الكورونا فينالمون ماشي اللجنه العلميه. شو اللي قال لك ماشي اللجنه؟ سي با نورمال سي با نورمال سكي سباس. انا البارح تكلمنا على اقاله مسؤول في ايران الجيري بالك لا فوتي مي هذا تاع ميدسان لا دوني سون افي سور لي موسكي قال لك ما لازمش يفتحوه يقيلوه باسكو خافوا ينوضوا اللي يصليوا التراويح. لا سي با لا شو مصطفى سي با كوم سا كون جير اون ريبوبليك. معليش مصطفى انا نحب نكون موضوعي نحب نكون هادئ وموضوعي ورايي رايي حسب ما ارى في الدور المنوط باللجنة هي متابعة ورصد انتشار فيروس كورونا وتقديم الاقتراحات للحكومة لتتخذ بناء عليها القرارات الملائمة وليس اللجنة هي التي تتخذ القرارات. الآن ارتكب خطأ الدكتور بقات بركاني أو تدخل في صلاحيات مش صلاحيته هذا شيء وإنهاء مهامه هذا شيء آخر. ولكن يجب أنا أقول لك يجب بكل صراحة يجب كل واحد يحترم التخصص نتاعه وبالتالي لأنه حتى أكشفت مثلا خبر في الفيسبوك أخذناه كأنه حقائق ونعلقوا عليه وانتقدوا فيه الحكومة وبالتالي يجب أن يصدر القرار عن سحب القرار ثم في هذاك الوقت يكون نكون على بينة من الأمر شكون سحب القرار ما هو القرار ثم نعطيه رواحنا الحق ننتقدوه. وهذا اللي حبيت نقول لك حتى يكون انتقاد تاعنا. نعم نعم عبد الوهاب
لا لا بودي انا في الحقيقه كنا يعني النقاش تاعنا ولا احنا الجزائريين يعني بدل ان نرهق نفوسنا في هذه المسائل. بالنسبه لي انا الصلاه هي قضيه خاصه بالدار الرجوع يدرك كل واحد والتخصص نتاعو، لان اليوم في غياب الحجه الصحيحه الحجه السياسيه الصحيحه واش كيما يقولوا يروحوا لهذه التفاصيل هذه الجزئيات يعني كفانا عليهم كفانا. عم بالي لان لو تمنع غدوه صلاه يعني تراويح اثناء رمضان راح تستغل سياسيين راح تستغل ويقول لك هذا ضرب لحقوق الانسان. درك انا واش نقول؟ انا يعني من واجب الحكومه انها تقول باللي مازالت الكورونا مازالت يعني الوباء مازال درك عندك يا خويا مسؤوليه درك لازم يا اما تحترم الاجراءات الوقايه، اذا ما احترمتش راح تكون انت سبب في انتشار هذا الوباء وراح تكون سبب في قتل وموت الكثير من الجزائريين، لان هذا الوباء ماهيش لعبه ودرك رانا نشوفوا في بعض الاصناف جديده بعض السلالات الجديده وبدات تدخل حتى واذا ماهيش بكثره. المشكل احنا درك اليوم يعني هذا داخل في نقاش سوسيو ايطالي يعني نقاش اجتماعي عام وين ما بقاتش الحجه السياسيه اليوم بكل صراحه ما نقدرش نفرق بين انسان مثقف انسان متعلم وانسان عادي. نشوفوها برك نشوفوها حتى يعني يعني من خلال شبكه التواصل ما بقاش نقاش ولينا في الستب ولينا في الشتم وزيد كل واحد تخصص نتاعو. انا نقول صراحه انا تكلمت حتى طرحت سؤال على الرئيس فيما يخص بعض الوزراء اللي ارتكبوا اخطاء سياسيه. انا يا خويا واحد يرتكب خطا سياسي ويعطي الحجه يعني الخصم بانه يبني عليها موقف انا يا خويا نحيه كل صراحه انا نحيه. نعطي لك مثال مصطفى هو دو بوا دو ميزور. شوف انا هاي مثل الاخطاء مثلا بعض الوزراء ارتكبوا اخطاء حتى في التعبير مش مقصوده ولكن في الخطاب السياسي تسبت كثير من الحرج وبالتالي لو لم يقل هؤلاء المسؤولون مثل هذه الخطابات ما كانتش تشتغل سياسيا وتؤدي الى مشاكل في المجتمع مثل لانه امور عندها علاقه بالمجتمع. بعض الاخبار بعض التصريحات بحسن نيه بدون شك قد تؤثر في المجتمع. نعطي لك مثل هذا الخبر مثل هذا القرار تاع صلاة التراويح قد يؤثر في المجتمع ولازم نعرفوا بانه في الجزائر وفي مثل الدول الإسلامية قضية الدين قضية حساسة جدا لازم ناخذها بهذه الحساسية وبالتالي مثل هذا التصريح قد يخلق مشاكل. شفنا تصريح تاع بعض الوزراء خلقت مشاكل رغم صدق النية. نعم هذا حكومة يعني رغم صدق النية ولكن هذا خطاب لانه في قطاعه ناخذ وزير الشباب والرياضة دار خطاب وقال كلمات انتقد بشدة من أجلها ولكن مش من صلاحية. نعم ولكن السيد بقات بركاني قضية القرار مش لازم القرار سيادي. شفنا مرة أيضا لنذكروا رئيس نقابة الخطوط الجوية الجزائرية وين دار قرار وقال أنه قررنا فتح الأجواء وسننتقل إلى نبدأ طيران في حين أنه هذه مش دور النقابة دور السلطات يعني دور وزارة النقل أو الحكومة وبالتالي يعني يجب من وجهة نظري يجب الانتباه إلى مثل هذه الأمور صلاحيات كل واحد لأنه هذا الاختلاط أسيبوزي غلط ما يستهلش الإقالة. ايزون ترافايي انا نقول لك في الرياضه شتو تدخل سي غراس ا لوي كو لو ماتش سي ار بي مع ليكيب سود افريكان ايتي ديلوكاليزي لاسمو لا تونزاني سي غراس ا لوي فهمتني. دونك الى في سون ترافاي ماشي باسكو الى دي بلي لازم نغلقوا المساجد وما يكونوش تراويح اون فال جوتي اون باتور مصطفى الى ايتي جوتي اون باتور. لا راك تبالغ لانه احنا رايي مش من حقنا نقولوا عندهم الحق او ما عندهمش الحق. بصراحه انا اعطي المعلومه واعلق عليها ولا املي على الاخرين ماذا يفعلون. يعني هو يبدو انه ارتكب خطا فتم اصدار قرار في حقه هذا عقاب اعتقد تصحيح لوضع معين مع احترامنا للدكتور وايضا نتمنى ان الاخرين ايضا قبل واحد ما يدير تصريح لازم اولا يعرف صلاحياته ويوزن التاثير. علاش وزير سب الشعب خلاوه هذا مسكين قال لك نغلقوا المسجد تحوزوه. لا سي با لالجيري نوفال هذه
تل كون ليماجين حنايا. لا سيت ان ابرونتيساج. ميم با. شكرا. نروحوا الان القرار او الاجتماع اليوم تاع مجلس الوزراء مخصص تقريبا يعني تماما لقانون الانتخابات. لحد الان ما تسربتش معلومات يعني مازالوا يتبنى هذا المشروع. شفنا توجيهات نتاع الرئيس، التوجيهات تخص الشباب يعني الان ممكن راح نشوفوا نصف عدد المترشحين من الشباب وراح نشوفوا ثلث من الجامعيين لفتح. شفنا تعليمات اخرى يعني تقريبا مكرره نتاع منع استعمال المال في العمليه السياسيه في الانتخابات، وايضا هناك مبدا المناصفه بين الرجال والنساء. عموما هذه الافكار العامه اللي جت في تعليمات اليوم رئيس في مجلس الوزراء. عبد الوهاب، حتى نرجع المسألة تمثيل النساء في على مجالس المنتخبة. كاين فيلسوف اشتراكي يقول لك إذا أردت أن تقيم مدى تحضر أي مجتمع لازم ترجع لوضع المرأة في هذاك المجتمع. اليوم ما شاء الله يعني المرأة خاضت الكثير يعني من القطاعات، وأحيانا هذيك القطاعات كانت حكر على الرجال. إذن لازم أنترادوي نترجم هذا الوجود المرأة يعني في الاقتصاد ولا في التربية ولا في قطاع الصحة ولا العدالة، أيضا لازم نترجموه في الجانب السياسي. وبالتالي هذا ما هو إلى حق يعني بكل صراحة أنا لا ربما راح نعطوا حتى درس لبعض البلدان المتقدمة واللي تعطينا دروس في الديمقراطية، لأن اليوم مثلا ما فيش تساوي مثلا في بعض البلدان كما فرنسا في التمثيل السياسي إلى حد الآن، حتى في الأجور ما فيش يعني تساوي. أراك احنا في الجزائر بالعكس يعني ما كانش فيه يعني اختلاف في الأجور ولا حاجة، يعني نفس كاين فيه كيما نقولوا شبكة تاع الأجور يستفاد منها المرأة ورجل. إذن كذلك فيما يخص المال الفاسد لازم نقطع الطريق لهذا المال، لأن راح نعيش لأن المال الفاسد بالضرورة راح النظام يكون فاسد، وبالتالي لازم هذا يعني المال الفاسد لازم يدخلش في السياسة. كذلك إذا أردنا لازم فيه كما نقولوا احنا إرادة ان نفتح المجال السياسي الى الشباب. واخي انت راك في الحراك يا استاذ مصطفى، وفيه ما شاء الله يعني لربما التركيبة المسيطرة في الحراك هما شباب. اذا لازم نفتح كما نقول العمل السياسي الى الشباب. وكذلك سامحني لازم الجامعيين، لازم لان السياسة ايضا لان السياسة ايضا لازم تكون مع الناس المثقفين يعني فهمت. حتى واذا انا مانيش يعني داكور مانيش متفق مع هذا الجانب، لان تقدر تلقى مثلا انسان في مستوى يعني تعليمي كما نقولوا احنا ضعيف، ولكن عنده تجربه سياسيه ونضاليه اللي تسمح له انه يخوض مسؤوليات سياسيه. بون سي اجوردي سي لا ديرنيير فوا قلت لكم بلي ما كاش سياسه. اليوم ابارامون سي ان كونسي دي مينيستر اي destiné à la politique, donc l'actualité oblige, donc on doit adopter le loi de l'intérêt. Donc je me pose une question, est-ce que la commission avec elle a terminé son travail, elle a rendu officiellement le rapport ou le dossier de la loi électorale, la commission l'Araba, c'est ça, ou là le conseil des ministres n'a pas étudié, il est en train de proposer. Je ne sais pas. Dans les deux cas, la priorité, ce n'est pas les élections. Parce que là, on est en train de faire, comment on appelle ça, la charrue avant les bœufs. C'est bien d'avoir une nouvelle loi électorale. نسا قانون الانتخابات يتكلم على مشاركة الشباب في العمل السياسي، مناصفة المرأة. Surtout que l'hum, la veille, je profite de l'occasion pour rendre hommage à la femme algérienne. La femme algérienne, elle a beaucoup donné depuis la guerre de révolution jusqu'à maintenant. Et Inch'Allah, nous avons des femmes à l'instar de Lala Fatma Soumer, Hassiba Ben Boulaye. Je rends un hommage particulier
للمجاهدة الكبيرة جميلة بوحيرد، ربي يطولها في عمرها وجميع المجاهدات، وكل عام وهما بخير إن شاء الله. هذه كونسيرنو لا فام، دونك سي بيان دو فير دي بروبوزيسيون، مي قلت لكم يا جماعة أون أن بروبليم كي سابيل لو حراك، إيفو إيكوتي لو حراك، ما ديرولناش قانون وحدكم أوي كلو. سي اون لوا إلكترال كي أيتي فات أوي كلو. كاين بعض الأحزاب اللي شاركت، بصح المجتمع المدني اللي هو في برا كيما راك تقول سي حناشي هو إن با بارتيسيبي. ما نديروش كيما في الريفيروندوم، ما نروحوش لي زيليكسيون، لي كونديسيون نو سون با ريوني. لكن مو جو تي لا سون دالار حقك هذا، ولكن بصراحه يعني انت تشوف باللي الانتخابات مش حل، اخرين يشوفوا انتخابات باللي حل. الان الرئيس عنده برنامج انتخب على اساسه من طرف جزء من الجزائريين، يروح الان في الحكم يطبق برنامجه ويشوف بانه الانتخابات هي الحل. يبدو لي يعني ليس منطقيا من العمل من الناحيه السياسيه ان يتوقف رئيس وينفذ برنامج تاع معزوزي ولا تاع فلان او فلان. بصراحه هذا وحده. انا ثانيا، انت تشوف بانه الانتخابات مش حل، انا اقول لك لا يوجد حل اخر الا الانتخابات، لا يوجد حل اخر الا الانتخابات. حتى لما تقول السلطه لازم تسمع الشعب، نعم من حقها تسمع الحراك، لكن دائما نطرحوا المساله القضيه تاع البيضه والدجاجه، يعني سمعنا للحراك، السلطه سمعت الحراك، وماذا بعد؟ وماذا بعد الحراك؟ يعني توقيف كل شيء، حتى وكانه انت مصطفى كانك تمد خارطه الطريق وتقول للسلطات ها واش ديروا، هذا غير منطقي. هذا هو، لانه في كل الدول الديمقراطيه عندك رئيس عنده برنامج، في فرنسا، في اسبانيا، في 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 رئيس الوزراء في اسبانيا او في اي بلد عنده برنامج عنده 5 سنين يطبق، إذا نجح فيه الشعب يحكم عليه، إذا فشل فيه الرأي العام يحكم عليه، جي الانتخابات يرشحوه ويفوطيو عليه، العادة الثانية يا ما يفوطيوش عليه يعاقبوه. هذا هو، هذه هي السياسة. أما قال ماهوش حل ماهوش حل، هذا وحدة. بالنسبة لمضمون تاع أنا رأيي مختلف، أنا رأيي في هذه مختلف. أنا قلت دائما أنه قضية أنت فرض في قانون قضية النساء لا أراها منطقية. لماذا؟ لأنه مدام هناك مساواة بين الرجال والنساء فلتترشح النساء مثل ما يترشح الرجال والرأي العام ينتخب. إذا أنا لا أرى مثلا الناخب ينتخب على الرجال، يختار قائمة فيها الرجال ثم يجيه قال لازم تدوا مرأة أو مرأتين، من وجهة نظري هذا ما عندوش يعني ما يركبش مليح. خليني ما يهمش كونسيرفاتريس، لا ممكن جدا في مجتمع ما يفوتيو على النساء. ثانيا، لا يعني تقدم الدول انه نعطيو كوطا للنساء في البرلمان، هذا بالنسبه لي لا يعني شيئا. عندنا نساء في 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 كوادر اللي تعيينهم نعم، اما انتخابهم فخلي الناخب هو اللي يقرر. ممكن يدير وزيره وممكن يدير طياره او جراحه او سفيره او واليه، هذا معقول جدا. اما في الانتخابات فاعتقد انه الانتخابات هذه هي لازم الناخب هو اللي يخير النساء، يحب يدير النساء يحب يدير الرجال. ثانيا، قضية الشهادة الجامعية، أنا أيضا لست أنا أتمنى أنه كل المهتمين بالشأن السياسي يكون جامعيين ويكونوا مهتمين بالجانب السياسي وعندهم الهم العام تاع بلادهم وشعبهم في راسهم، وليس فقط عنده شهادة جامعية. لأنه شوفوا الآن في النظام الحالي، النظام السابق، النظام اللي قبله، شكون وصل البلد للخراب؟ هم كاع عندهم جامعيين، كاع دايرين له هنا قراوا في الخارج، داروا الجامعة إلى آخره، وبالتالي ماهوش معيار. إذا ما كانش نظام صحيح وقواعد التسيير قوية وفعالة وذكية وهناك شفافية في التسيير، فلا يعني ذلك أي شيء. وبالتالي أنا لست متحمسا، لأنه ممكن واحد مهتم بشأن العام ومقراش، مكتبش ربي مقراش لظروف معينة أو ما عندهش قدرات إلى آخره، أنا أظن ما لازمش نحرموه ونعطيه فرصة تاعو لواحد آخر جامعي. ممكن يكون سيء، ممكن يكون ماشي نزيه، ممكن ما عندوش الهم العام، ما عندوش. وبالتالي أنا أرى أنه هذه الأمور تترك للناخب، لأن الناخب هو اللي يعرف شكون يخرج عليه، قاري أو مش قاري. برك نتمنى أنه اللي ترشحوا يكون عندهم مستوى معقول جامعي. هاي وجهة نظر. نعود نولي للكونسي دي مينيستر. الكونسي دي مينيستر نو سوم ديمونش، اليوم ديمونش، البارح كان حراك على المستوى الوطني. جوري ايمي يسمعوا باغ اكزومبل
par exemple le cas de la proposition de loi تاع وزير العدل حافظ الاقدام تاع الجنسيه جور ايميليوم نسمع رئيس الجمهوريه يقول هذا القانون دي مومون كو كاين ان كولير نديرو دكوتي هذه سي بور مونطري بلي كاو يسمع الشعب مصطفى يقولوا لي فقط نرجعوا في الجزء الثاني ونعطي لك الكلمه لا يوجد مشكل يقولوا لي ان الوقت المخصص لهذا الجزء انتهى فاصل قصير ثم نعود اليكم ونناقش قضايا اخرى مهمه فاصل قصير ثم نعود اليكم اهلا بكم مشاهدي الكرام في الجزء الثاني من بوليتيك اخذنا الكلمه مصطفى تكمل تريد ان تكمل الفكره تاعك نقول لك على البروجي دو لوا تاع وزير العدل حافظ الاختام كي كري كومم مرسوم مش قانون مرسوم باردون باسكو ما كاش برلمان دونك على بالك بلي صا كري اون بوليميك حتى في الشعارات يعني سمعنا اصوات كثيره تندد بهذا المرسوم اللي يعتبر غير دستوري ولا غير ما نقولش غير انساني بصح يتوشا او دروا دو لوم باسكو يقول لك بلي كاين قانون العقوبات اللي توشا الجزائر اللي توشا المؤسسات لاهان الجزائر كاين قانون العقوبات يطبق عليه بكل حزم بصح لا ناسيوناليتي سي كلك شوز دو مورال سي اون ايدونتيتي ما تقدرش تنحيها للواحد ميم سي 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 ان تيرورست ميم سي ارتكب جرائم كبيره فهمتني انا قلت راي انا قلت ايمي شوف يعطي اي موتور جيست ولكن انت انا قلت رايي يعني ما عنديش لحظه عبد الوهاب انا قلت رايي ما عنديش مشكل في قلت امس يعني ولكن يبدو انك انت تريد من مجلس الوزراء انك انت تعطي له لور دي جور هو يديرو اولا انا قلت لك وعندي رايي انا في لانه من هنا شوف تقول انه انا ما نستعرفش بهذا السلطه ما كانش بور هذا السلطه ما تحوش معاه وبعد قال واش دار هذا القرار ولازم يدير هذا غير منطقي الحوار كما اراه انا انه عندك مطالب نعم قال مع ضد هذه او ضد هذه تعطيه في خريطه في 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 في, في وثيقه او في حوار وتفرض او تضغط به اما قال هذا النظام ما يمثلنيش ما تحاورش معاه مانيش في الانتخابات ما يهمني والو وبعد قال لازم يدير هكذا ولازم يدير هكذا هذا تناقض كبير ثانيا جو دوني ليكتور طيب ثانيا مجلس الوزراء فيه جدول اعمال اليوم هو قانون الانتخابات نظام الانتخابي يعني مش مفتوح لامور اخرى حسب ما شفنا في البيان نتاع هذا على الاقل واش فهمنا ممكن كان امور اخرى ولكن اهم شيء في الاجتماع اليوم هو القانون الانتخابات طبعا سنرى قضيه الجنسيه هل ستتم الان هل يتم تاجيلها ام يبت فيها لا لا لا, لا ولكن أعتقد أنه الرئيس تبون سيأخذ بعين الاعتبار آراء المواطنين يعني ليس فقط الحراك وغير الحراك هناك جدل وبالتالي يبدو لي أنه الوقت وقت حساس يجب تجنب كل ما يثير حساسية المجتمع الآن هذه وجهة نظرية شخصية عبد الوهاب شوف يا مصطفى كان واحد المثال يقول لك الطبيعة تخشع الفراغ الى حد الان انا مانيش لهنا باش نقيم الحراك ولا انا كما نقول الاخر باش ننتقدوا ولا انا يعني كما نقولوا حنا جلوجات ديفلر انا ماهيش مهمتي انا فقط نحلل حتى الحراك لم يفصل في عديد من القضايا بيناتهم ما فصلوش في بعض القضايا تاع المطالب لان المطالب كما نقولوا حنا مختلفه بمختلف التيارات الموجوده في هذا الحراك قضيه التمثيل انت عطيت قلت انا وصل الوقت لازم نفكر في بعض الاشياء العمليه وصح قلت انا مجرد رأي خاص فهمت حراكيست ولا ربما غدوة كنت تبقى على نفس الموقف لربما راح ينتقدوك ويخرجوك ويقول لك ما تمثلناش ويهاجموك يعني بكل صراحة فهمت كذلك يا أستاذ لأن حتى بعض الشعارات ما يحملهاش كل الحراكيين كاين بعض التنظيمات مثلا عم بالي علاش شكون اللي كان بالاخص التنظيم اللي استهدف الوزير العدل كاين التنظيم اللي عنده الممثل نتاعو في بريطانيا سمعت
وفرض هذا فرض هذا وزيد اليوم ولينا احنا يجرمونا قالها صحفه مجرمه ولا يعني يساتاك والسيرفيس هذا شيء جديد انا ولا يعني يستهدفوا حتى المخابرات مؤسسه الجيش للدرجه حتى يعني هذا اللقاء تاع مع الرئيس قال لك كلش مفبرك والصحفيين اختاروهم والصحفيين قالوا ما واش تطرحوا اسئله شوفوا وصلنا يعني نسيس كلش سي بور سا كيما نقولوا حنا اون ايفاكو سكي اسونسييل سي لو بي سي لو بي اسك نتقدموا اون ديفيان ريالمون عندي ان بي ديموكراتيك سور استادير سور دي سور دي باسين ان دي باس سور دي باسين تحترمني ونحترمك باسكو كاينين جماعه واش يقولوا يقول لكم حقا هذاك التيار اللي راك تخوفوه به احنا او ستدير تراجع معناه التراجع مش معناه انت تقويت لكن هذا التيار تراجع مش معناه انت يعني وليت قوي ما كانش منها هذه نقولها لك بصراحه اذا السياسه هي ضوابط سمعت ولا والسياسه هي الوضوح وضوح في المبادئ اذا كان يا خويا انت ماكش قادر كي تقول لي انت هذه الشعارات نتفق معك ولكن هذه الشعارات اللي رفعتها لازم تي لا ترادوي سو لو بلون بوليتيك فهمت ولا يعني ترجمها في يعني الاشياء العمليه السياسيه الى متى سمعت ولا الى متى درك اذا كان انت ماكش قادر تقدم اقتراح ما تقدرش تقول للسلطه ما ديري والو السناي حتى نقول لك لا انت ماكش حاب تدير وتزيد تقول السلطه ما ديريش حتى نقول لك واش دير ما بقاش والله العظيم شوف نورمالمون كي نكونوا هنا في البلاطو نتكلموا غير الخير على الحراك نقول لك علاش انا جو مانتيان اسي حنا شي جو مانتيان هل غير الشر هل قلنا كلمه تاع الشر في الحراك خليني نكمل جو زاكوز با قولوا غير الخير نقول لك غير الخير علاش باسكو لو بوبل هذا اللي خرج الى سوفي لا ريبوبليك الى سوفي البي بور ريبوندرا مون امي جاكون مصطفى ولا خليني نكمل ما قلت والو انا كي قلت ما قلتك والو انا قلت لك انا قلت كيف غالي فرد لا مصطفى تدير لازم تبلور تبلور اسمع لا تكمل تحملوليش مصطفى واحد يكفي لا نمفي لا جدي با في دير راني نعاود لك واش قلت انت قلت لك بلور المطالب تاعك في اقتراحات بلور هذا واش قلت لك؟ انت تكلمت على بور سوفي لو بي يا جماعه قلت لي يفو فوار لو بي قلت لك هنا لو بوبل إلا سوفي لا ريبوبليك إلا سوفي كيلك شوز دو غرافيسيم ولا واحد نفاها ولي وجيبوا لي زيماج جيبوا لي زيماج تاع القاعه البوضاويه يا مصطفى شكون كاع كان تما باش يساندوا العهد الخامسه راك شعباوي انا نقول لك علاش انا نقول لك شعباوي علاش هل مش من باطبي الا تي لي موش قدرتوش خليني نقول لك كنت باش تكون شعباوي انت دوك نهضروا باللغه تاعك لحظه والله البارح كنا بزاف في الضجيج وراح ندخلوا في الضجيج مصطفى ولا واحد هل واحد في الجزائر عنده عقله في راسه وقال لك باللي الحراك كي بدا ما كانش عظيم هل كاين واحد كيش واحد قلنا كيبدا انا نقول لك هذا رايي هذا رايي الحراك حبس العهد الخامسه والحراك حبس القاعه البيضاويه والحراك ولا واحد يشك في هذه اقول ولاش احنا هل سمعتني نهار قلت غير هذا الكلام انا نقول لك الان الحراك تبدل كان حراك وطني شامل عنده مطالب معروفة عندها أسباب عندها جذور الآن كان يا مصطفى الآن بيناتنا هي حققت المطالب الموجودة لما واحد يقول لك يرحلوا قاع الجيش في المزبلة مخابرات يهودية هذه واش كان انا نشوفه انا نقول دولة مدنية مش عسكرية شو الخطابات الشعارات تبدلت تماما في التجمعات في الجماهير الخطاب عنده دور شعار عنده دور وأثرت انا نقول لك انا رأيي هذا رأيي تحليلي انا لست لا مع ولا ضد هذه الشعارات تأثرت كثير في الحراك وستظهر النتائج هذه قريبا لانه اطرح سؤال فقط على روحك هناك اسماء كثيرا انسحبت من الحراك كانت في الحراك تعتنينه في مارس وفي أفريل وفي ماي ثم انسحبت اطرح سؤال علاش انسحبت لماذا انسحبت حتى الآن في الفترة الأخيرة بعض رموز اللي داروا الحبس وخرجوا قبل أيام خرجوا من الحراك سبوهم
طيحوا لهم لانه اصبحنا في وضع غريب. تقول كلمه يتهمك بالعماله بالشيتة بالخيانه بانك تقبض المال من عند السلطه والى اخره وما يقول لكش هذا عنده راي نحترمه، لا هذا خائن. يعني اللي يقول لك مخابرات في المزبله ودوله مدنيه مش عسكريه، وطني ويحب الوطن، اما اللي يقول لك لازم نروحوا الانتخابات نروحوا بهدوء وفي حوار ولازم قاعد نتحاوروا، هذا شيات وفي كل ها وين وصلنا. في حين وهذا انا ما كنتش في الحراك الحمد لله، ما استدير من لا ادعي، ولكن يغيظني الحراك اللي بدا في 22 فبراير. الناس خرجوا اطفال ونساء وشيوخه وعجايز في كل الوطن في تقريبا في 48 ولايه ينتهي بهذا الشكل، ينتهي شوفوا شعارات غريبه جدا. ان شاء الله ما ينتهيش، ما نتمناه ما ينتهيش، ولكن انا نتمنى ما ينتهيش ونتمنى يتحقق كثير من المطالب اللي كان يطالب بها في السابق مش الان، لانه 80% من المطالب الحاليه لا ما تقدرش تحققها لانه ما كانش، يعني غريبه جدا. الان الحراك ينظر من الداخل، وانا نتمنى ان العاقلين في الحراك. نعطي لك مثلا بكل صراحه، اثنين او ثلاثه من رموز الحراك سبوهم نهار الجمعه، انا متاكد بلي 99% من الناس ما يسبوش اللي في الحراك طيبين، ولكن هذاك الواحد في المئه راهو ياثر في الحراك، هو اللي ياثر فيه. اسال بدون ما نعطيه اسماء، زعيم واحد رمز من رموز الحراك، ما نقول زعيم رمز من قال رأيه شوف واش كتبوا عليه، مش كتبوا عليه ناس عاديين يعني صحفيين واعلاميين ومثقفين ومعروفين، يعني شيء هذا الشيء اللي غير واضح. وبالتالي ولا واحد قال الحراك مش مليح، ولا واحد قال الحراك مليح وبالعكس حرر البلاد الى اخره، ولكن بدا قوي من بعد بدات تتبدل شعارات وبدا يتحول. كان وطني درك ماهوش وطني، كان وطني درك ماهوش وطني، فيه اتجاهين او ثلاثه الان ياثروا فيه. انا لا اتحدث عن ماشي وطني، ما لا يمثل كل الشعب، ما يمثلش، هذا هو ماشي وطني. لا هذا هو كاع اللي خرجوا وطني. لا ما قلتلكش ماشي وطني، يعني لازم تفهمني، ما عادش يمثل كل الجزائريين، عاد يمثل اثنين او ثلاث تيارات سياسيه فقط. في حين تاع الان في تاع 22 فبراير كان يمثل كل فئات الشعب، هذا واش حبيت بوبيلار، هذا واش حبيت نقصد، يعني مانيش نقصد شيء اخر. وبالتالي من مصلحه الجميع ان يتم ان يتطور الحراك وان تكون عنده وسيله اخرى، لانه تخرج انت كل جمعه ومن بعد تروح لدارك، تخرج كل جمعه ومن بعد تروح لدارك، ما تهضر مع واحد، ما تناقش مع واحد، هذا غير منطقي، لم يحدث في بلد اخر. وبالتالي ولا واحد يربح، لا البلاد تربح، لا الحراك يربح، لا اللي يمشي في الحراك يربحوا، الجزائر قاعده تخسر من هذا الوضع. وبالتالي انا ارى، وندخلوا الان في الافافاس، او الافافاس يتعرض الى نقد كبير، شفنا قياده الافافاس تقول الان الحوار مع الرئيس قد ينقذ البلاد من ازمتها وقد يحسن الاوضاع. الان مش هذا الخطاب، يعني ما تقوليش درك الافافاس تاع سلطه، يعني امس كان 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 ثوري، اليوم رجعت تاع سلطة، بمجرد ما واحد يمد رأي مختلف يطيحوا عليه، هذا مش مليح، هذا مش مليح. لا معليش، هذا مش غير انتان، انا نعطي لك الناس ما عندهمش علاقه بالافافاس طيحين عليه، خليه كل واحد يعبر على رايه، انت عبر، انت ما تحاورش، تخرج الجماعه ورجع وما تتحاورش، خلي الاخرين يتحاوروا. مي سي احنا شي لا بوزيسيون دو افافاس لا شونجي، كي تسمع انت او شي يقول لك تبون غير شرعي ومن بعد يروح لعنده، صافو دير هناك تناقض في الاقوال، سي بورسا الى ايتي كريتيكي، فهمتني؟ جو سوي با ميليتون دو اف اف اس، مي عندي صحابي دي ميليتون دو اف اف اس، إل روبروش سا لور سكرتير جينيرال، حقهم كانوا يقولوا لنا شاركوا في الحراك وتبون غير شرعي، ومن بعد يروح يتحاور. لكن هذا تطوير مواقف، شاف بانه طريقه الحراك الان ما تديش النتيجه. مي قال ثاني انا با كونسلتي لا باز. ممكن ديسيزيون باراي، قال كي يجي لعندنا يتحاوروا. فهمتني؟ نقول لك مصطفى راى، انا لا ابرر الاف اف اس، انا انتقد موقف الاف اف اس، لانه اوشيش قال انه الانتخابات اخر شيء يهمنا، وبالتالي انا ارى انه الانتخابات هو الطريق الوحيد للسلطه، ولكن خلينا توصيف واش وقع. ممكن الاف اف اس، وهذا شفناه في التصريحات تاع بوكوير او تاع القياده تاع الاف اف اس، ممكن شاف بانه طريقه اداء الحراك وسيله او طريقته في التعامل لا تؤدي الى النتيجه، وبالتالي اراد هو ان يسلك طريق اخر، هذا حقه، تطوير مواقفه، هذه السياسيه لينه، لازم تكون تطور في مواقفك باستمرار. هذا النقطه الاولى. ثانيا، الوحيد اللي عنده ينتقد الى الذروه ينتقد الافافاس هم الماضيين تاعو، حقهم، ولكن مش انا نشوف في حزب واحد اخر، لا حزب واحد اخر ينتقد فيه، علاش بدلت رايك؟ متى واش دخلك؟ يعني هذا امر يخص الافافاس فقط والمواطنين تاعو. شوف اي نقاش لازم تحدد السياسي، لازم تحدد الاطار نتاعو. حنا راهو دون تو لي سونس، فهم دون تو لي سونس،
الشتم السب كلش داخل. لا لا زيد هذا حزب، هذا حزب المواقف ماهيش كما يقولوا احنا ثابته الى الابد. اذا كان فيه تطور، اذا كان فيه تطور ذوك المقاربه نتاع القياده نتاع لافافاس بعد يعني ثلاثة ولا أربعة ولا خمس أسابيع شافت بأن الحراك بدأت تبرز فيه بعض التيارات ولات هي تحب كما يقولوا احنا تحب تعطيه اتجاه غير سليم. من حقها، من حقها أنها تغير الموقف نتاعها، من حقها تغير الموقف يعني هذا من حقه. كما قال ثابت ايه شاف باللي الوضع تغير ذلك الموقف لازم يتغير. واليوم حدوا التيارات اموا لو اف اف اس كونترارمون بوكو مام الاحزاب تاع الموالات ما داروش يعني موقف شجاع كما تاع لو اف اف اس. الى ايدونتيفي جو لو دي الى ايدونتيفي لو دو غران توندونس كي اكتيالمون. سامحني سامحني يضرك انت يضحك على روحك، يضحك على روحك، يضحك على روحك. مي شوف على لا بوليتيك لا 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 مش هذا بوليتيك لا صافي مال لا لا مش لا بوليتيك. اسمع لا بوليتيك سي لو دومين دو بوسيبل خو ايه كلش ممكن في السياسه ايه دروك سي با اينك مون سي با ميم لي كوتا سي بوسيبل. لا لا مش اسمع دروك دروك شوف شوف اسمع 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 سي با باسكو tu n'es pas d'accord avec nous. صح كو تروح دون سو سونس. لا لا انا هضرت لك من حق لافافاس انه يغير موقفه. ماش ما هل انت هل انت تجزم لي تجزم لي تقول لي بلي موقفك سليم 100%؟ نو 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 لا لا صح سي تان افي سي سي جاكو. شوف اسمع شوف انا واش نقول لك حاجه واحده حاجه واحده. شوف انت بارفوا يصير كيكون داخل كيكون الداخل كاين بعض الاشياء اللي ما يشوفهاش يا دي شوز كلي ويشاط. مي الواحد اللي يجي متفرج ان اوبسرفاتور ملاحظ يشوف اشياء اللي انت ما اللي انت ما تشوفهاش. اولا انا نشوف لي كاري وانت ماكش موجود في كل كاري وانت انت سامحني ما راكش في مارش ما على بالكش يقولوا لك غلط راك غلط يقولوا لك يقولوا لك شكون بالك اصحابك بالك. لا لا نحضر ديكيزي بارفو نحضر ديكيزي اه وي نحضر ديكيزي ايوا علاش ديكيزي خرج نحب نشوف لا نحب علاش ديكيزي لا لا نحب نشوف ماشي جاك ولاك مواطن لا لا خرج للحراك لا لا نحب نشوف وبعد جوجي ماشي من البلاطو اللي تجيجي. لا لا انا من حقي نقول لك واش راني نشوف. لا لا نحب نشوف انا قلت لك ميم لي موفيز شوز حضرت عليهم. لا نحب نشوف علاه نحب نشوف باسكو علاش انا شو با امبليكي شو با امبليكي علاش شو با امبليكي نحب نشوف يعني كيما يقول الاخر انا كيما يقول انا نحب ما تجينيش انت ما تجينيش انت ولا واحد اخر يقول لي واش كاين. انا واش مهمتي نشوف لي كاري نشوف الناس اللي على راس على راس المربع المربعات والشعارات حتى الملامح الخارجيه ندرسها. سامحني سامحني يا دو توندونس ماجور اوجوردي كي دومين لو حراك وفرات. معليش معليش انا انا نسال السي جاكون وكان وكان لا فافاس دار موقف ماشي هذا الموقف تاع الحوار ما تدافعوش عليها السي جاكون والله ما تدافعوا عليه. تعرف لماذا؟ بالك تكريتيكي وتقولوا بلي كيما الحراك. تعرف علاش؟ سي مالورو نقول لك علاش سي مالورو باسكو باسكو اوجوردي 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 سوا سوا سي 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 تادير سوا les positions tactiques elles sont proches du pouvoir, on les défend, on les analyse à notre guise, soit elles sont pas avec le pouvoir, donc elles sont proches du Hirak, et le Hirak, on va parler que du négatif. Parce qu'on doit capitaliser, on a, je suis pour une structuration du Hirak. علاش باسكو يفو كابيتاليزي لي بيل شوز لي بون شوز باسكو لي بون شوز واش هما لو ناسيوناليزم تاع الحراك و سورتو لونيتي لونيتي دو حراك اي سورتو لو باسيفيزم دو حراك اون بو كونستروير بوكو دو شوز سور دو سي دو بوين دونك اليوم انايا سي فري عندنا 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 اون ماتيير غريز عندنا اون ماتيير غريز عندنا عندنا الشعب اللي ديريير. Donc pourquoi ne pas arriver à avoir un document consensuel? Parce que si on fait un document... C'est ma position. C'est en continu. Ça n'existe pas une révolution vers le vendredi. Soit on considère que ce système doit partir. Donc on fait la pression pacifique.
ما نحبسوش سوا اون لو كونسيدير ليجيتيم ما نديروش ميم با لي ماتش تاع فوندرودي باش نتفاهموا. اليوم نو سوم ديفون اون سيتياسيون وين درك سيتا ديال الحراك شاك فوندرودي on fait le procité en public. Il est en train de déraper, il est en train de se démobiliser, etc. Alors que c'est faux. Il y a une vitalité, c'est Hanachi. Une vitalité, okay. Il faut la capitaliser. Je vais te dire, il y a une différence entre Abdelwahab. ولكن كابيتاليزي معليش جو كان لا كابيتاليزاسيون هضرت على خليني نكمل لك انت امدح الحراك على روحك تحور هذا انت قلت نحكي غير الايجابيات انتم راكم تحكيوا وزعفان لانه السلبيات لماذا لانه انت تمدح في الحراك امدح في الحراك ما رانيش نمدح تكلمت مع السلبيات شكرا لا ما تاكوزينيش ما نخليلكش تاكوزيني ثانيا قلت علاش نثمنا الموقف تاع الافاس انا نقول لك لانه انا نثمنوا لماذا تقدر تثمن لا بوزيسيون تاع محسن بلعباس خليني نقول لك ساجيبك لانه الموقف تاع الافاس يصب في الموقف تاعي في التحليل تاعي لماذا لانه انا نقول لك بان الحوار هو الحل الوحيد للازمات في البلاد هذا لما هو يقول انا مع الحوار لا يمكن الا ان اثمن هذا وبالتالي لا يمكن ان اثمن شيء اخر لماذا ولكن انا لا اشتم ولا اسب انا اقول لك ليدعو الى المرحله الانتقاليه ولا لا ترانزيسيون هذا ماهوش حل اقول هذا الكلام لهذا تحليلي هذا لماذا هذا حل تقول ماشي مش حل علاش تشوف انت ماشي حل انا رايي لانه ما يديش اسمعوهم دابور شوف لما انت مصطفى مازوزي ويجي واحد في الحراك يقول لك هاي المطالب تاعنا ثم نسمعوا له انا قلت لك المطالب كيفاش تحولت في بدايه الحراك كانت العداله وحريه الصحافه الى اخره والفساد وما كاش هذا خمسة معقول جدا هذا مليح الان انا قلت لك انا كيفاش نحقق لك مطالب كي تقول لي انت الجيش في المزبله دولة مدنية مش عسكرية ما كاينش عسكري في 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 الرئيس توجوش هذا هو نحي هذا شوف نحي هذا الشعار هاوليك لو دراما نحي هذا الشيء كو بغاف يريد يحرك هذا الشيء روح حقق هذا المطالب تاعك يا خويا روح حققها واش راح نقول لك يا مصطفى الواحد يكون عنده كان ندينا ولينا بدا بلا عقل على بالك شعار انت لازم تشوف شكون هذا التيار هذا اللي هز هذا الشعار هل هو مسيطر ام لا سمعت ولا لان راك شغل توحينا باللي يعني الناس اللي يخرجوا اليوم الجمعه في تاع الحراك كلهم متفاهمين كلهم عندهم نفس المواقف نفس الايديولوجيات نفس المرجعيات ما كانش منها سمعتوا وهذا من حقهم من حق انا سي دو بونغار واحد يجي قا فرصه باش كيما يقول الاخر يخلق قواعد لنفسه هذه سي دو بونغار مي حاجه واحده لازم تنبهوا الى اشياء اليوم ما تقدرش تروح الى حل سياسي اذا ما ترجمتش المطالب نتاعك الى امور عمليه سيتادير دي شوز اوبيراسيونيل والا ارضيه كيما راك انت ما نقدرش درك انا مانيش راح نقريك في هذا المسائل بما انك انت كنت في حركه معينه اللي عندها ان بلاتفورم عندها ارضيه اذا يا استاذ ارضيه الاقصار فوالا اذا ويلي داكتواليتي صح كاينه حاجه اخرى زيد نقولها لك كاينين نفس الناس كيما انت بداو يطالبوا بهاد الاشياء يا با تمتهميش تحم والشتم تحم واش دخلك نقعدوا هاك الصوت السائد اليوم ان الحراك يبقى على حاله والله سي حنا سي والله شهاده لله والله غير مشيت في الجي فوندرودي باسي وفي تيزي وزو فوندرودي هذا والله العظيم غير جي بروب جي ما جراتش عليك ربي لا لا ما حتى واحد ما قال لي لا سمعوني دونك ما نقولكش زو اديري مي انا عطيت رايي قلت لهم انايا هكذا راني نشوف الحراك اي اون دوا ستركتوري اون دوا فير ان دوكيمون كونسونسيال بور باري لا روت وز انفيلتراسيون بور باش الشعارات هذو ماشي مليحه ما يدخلوش قلت لهم ميم حاجه سي حنا شي قلت لهم شوفوا انا لي سلوغو هذو تاع السبان لازم نحيوهم باسكو كي تشتم نتايا جينيرال ما على بالكش باللي كي تدي الحكم ياك بطريقه ديمقراطيه بالانتخابات ان شاء الله مع نوفو سيستيم على بالك بلي تسعى وزير تسعى رئيس تسعى وزراء تسعى لي والي تسعى لي جينيرو تسعى لا بوليس تسعى دونك لي انستيتيسيون دو با توشي اون بو كريتيكي لي بيرسون مي اون دو با توشي لي انستيتيسيون دونك لو بوبل كاين لا بلوبار اي سون دون لابرونتيساج سي حناشي
ما عندهمش سوء النيه بالك ما يعرفوش ولا واحد قال سوء النيه انا جيديكو ولا واحد قال سوء النيه يوجد من يستثمر ويحرك هذا المشكل هذا هو بدليل انه زوج حوايج اللي راهم يضروا في الحراك من وجهه نظري وما لا يساعدون في تحريك الوضع هو عدم اختيار قياده وعدم وضع ارضيه مطالب لو يتحقوا هذو امور كثيره راح تتحقق وهناك يعود الحراك تحمل مسؤولياته هناك قيادة إلى آخره ولكن في الوضع الحالي شيء صعب جدا جدا وسنرى أنا دائما نبني على توقعات ممكن تغلط ممكن تطلع صح سنرى بعد شهرين أو ثلاثة كيف سينتهي الحراك احنا نتمنوا كل الخير في البلاد نتمنوا فقط أنه الوضع الأمني يكون جيد الوضع الاقتصادي يكون جيد والاجتماعي يكون جيد والسياسي يكون جيد نتمنوا أنه التضحيات نتاع الشعب اللي خرجت في 22 فبراير 2019 ما تروحش هكذا هباء منثورا لانه الخوف خاصه لما تشوف كمثل الفلاح واحد يحرث ومن بعد يجي اللي يقطفها يجي واحد اخر يقطفها هذا هاولي ماشي مليح يجب نفكر في هذا الامور واش خفت انايا جو تيرمينا نقولوا للشعب تاع العراق لا واش خفت انايا لي زيليكسيون هذا سصرا ان فياسكو ان شاء الله ماشي مليحه بور لاجي معليش ان شاء الله سي بور سا اللي يقول لك افون دالو زيليكسيون دوك نقول لك يا جماعه Écoutons, même si dans le négatif, écoutons ce que disent les hirakistes ou les chefs en général. خلي انا نقول لك اللي تنظم الانتخابات ولكن بدون عنف ما لازمش واحد يروح يسب لي فوطاو ويضربهم ويهددهم ويغلق لهم الباب بالبريك وسيمان الى اخره وخلي الشارع هو اللي يكشف هل اللي مع الانتخابات كثر ام المقاطعين كثر وتم يعني اذا الانتخابات ما مشاتش هذا هزيمه للسلطه هزيمه نكراء للسلطه اذا الشعب صوت فهذا نجاح للسلطه وهزيمه للحراك اليس هذا معقول واش راني نقول معقول ام لا لازم 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 السلطه تعترف بالفشل تاعها بار اكزومبل لو ريفيروندوم رديتوه سي اون فيكتوار الوغ سي سي اون ديفات معليش سي اون ديفات هذه كما الدجاجه والبيضه ما نقدرش نخرجوا فيها انا اللي نترك l'adopter par par كيما نقولوا par ordonnance ولكن راح للشعب هذه شجاعه سياسيه كبيره احنا بيان نو كريديبل نو ريبريزونتاتيف للشعب ما انتهاش ما ولاش دستور عند لابيان ولا دستور في الاستفتاء وهذه شجاعه سياسيه مغامره يعني كبيره وفاتت يعني فاتت بنسبه مشاركه قليله ولكن فاتت ايماجينون نافي با ان بريزيدون كومون نوري افرونتي لو كوفيد مشكلة نروح الآن فقط أخبرنا نغلقوا به قبل ما نمدوا حتى الكوفيد يعني الأمس كنا تحدثنا على الأملاك تاع السفارة الجزائرية في 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 فرنسا وقلنا في باريس خاصة وقلنا بأنه السفير الجزائري سيد عنتر داود استرجع 44 ملكية من أصل 46 وأنه ال 44 ملكية فقط ماهيش عقارات فيها سيارات بطاقات تم تصحيح المعلومة 44 ملكية هي ملكية عقارية كانت وضعت تحت تصرف أصدقاء أو من رجال الرئيس السابق هناك أسماء معروفة لكن لا داعي لذكر الأسماء شقق وحتى يعني إمارات يعني مباني وفي قلب باريس وبالغة الأهمية رفضوا حتى يغادروها منهم قلت الوزير السابق بجاوي وهناك شخصيات أخرى لا داعي لذكرها الآن تم استرجاعها بجهد كبير ويجب هذا اللي نذكر عليه لأنه هو النوع من استرجاع الأموال الأملاك المنهوبة إذن تصحيح للمعلومة ليست فقط سيارات أو جوازات هذه غير معنية ولكن عقارات يعني إن شاء الله سيحنا شيء إن شاء الله سيحنا شيء بون با لي ميتر على ديسبوزيسيون دي زوتر لا أنا أقول لك السيستم أكتوال أنا أقول لك أنا نعطي لك نحصلوا ثاني مع لازم تجيب معلومة شوف نعطي لك مصطفى حاول أنت بطرقك تجيب معلومة وين وضحها وإذا شفت بأن وضحها تحت تصرف أشخاص آخرين اكشف اكشف أنا أقول لك مثلا شخصية كبيرة معروفة كانت تستحوذ على اف 8 في أرقى في حي راقي في باريس خرج يعني تقريبا يعني بجهد كبير تم من تحرير هذه العبارة ودار فيها بطاقة ملك السفارة الجزائرية في, في, في فرنسا شيء إيجابي لأنه تم وضع هذه الأملاك تحت سيطرة السفارة وليس تحت سيطرة أشخاص مقربين من السلطة وهذا شيء إيجابي يجب 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 تشجيعه لماذا أقول هذا الكلام لأنه سيد عنتر داود طبعا معروف من الجيل القديم كان في الجابون و لا كان في كيما
القناة الجهوية. كان صحفي، نعم كان صحفي و... و... نعم من المؤمل حتى مع كثير من وزراء الخارجية منهم بن يحيى، محمد الصديق بن يحيى ربي يرحمه. علاش نقول لك هذا الكلام؟ لأنه في 4 شهور أو أقل أو 5 شهور كان في المحطة الجهوية تاع نعم صحفي تقن 3 لغات، شيء إيجابي. تعرف يجب تشجيع كل ما هو إيجابي وبارقة أمل، يعني أي شخص جزائري يدير حاجة مفيدة لازم نساو ثقافة الدولة بالضبط، نخدموا للجزائر ما نخدموش للأشخاص. بالضبط بالضبط. وانت عسى مصطفى اذا كان مثلا حطوا ملكيه ولا زوج تحت الاخر اكشف، وهاو تلعب الدور في انقاذ بلدك في انقاذ. ولكن ما يظهر الان انه السيد عنتر داود تصارم في هذه الامور، رجل دوله حقيقي حشد ما ارى شاب ديطا توجيه تاع رئيس نعم تاع رئيس تبون شخصيا، لانه الجهد اللي يقوم به الان وهذا نتمنوا ينجحوا فيه هو حصول على معلومات حول الأموال والأملاك المنهوبة لبعض المسؤولين السابقين في 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 فرنسا، واسترجاع المطلوبين للعدالة الجزائرية. وهذا أيضا جهد كبير إن شاء الله نتمنوا ينجحوا فيه، لأنه مثل هذه الرسائل راح تكون مشجعة للرأي العام الجزائري. ملك الشعب يعني. ظن انتهينا مصطفى كما مصطفى، بقتنا كورونا ولكن الوقت لم يعد يكفي. نعطيه فقط الأرقام ممكن تقراها منا مصطفى. الإصابات 130 في انخفاض مستمر، الوفيات 3 سي لامويان الله يرحمهم على كل حال، الشفاء ثاني سي امبورتون 118، العناية المركزة 21 الله يشفيهم إن شاء الله، 24 ولاية 0 كاسي بيان، 20 ولاية moins de 9 aussi c'est positif inchallah نكملوا هكذا. apparemment nous sommes sur la bonne voie. Bonne voie الحمد لله لحد الان. Malgré l'ouverture il y a une stabilité. انا نقول لك par exemple درك c'est نقول لك j'assume درك الناس la bavette la distanciation ولات عادة من عادات الجزائريين. سي اونكري ليش سب كما لا سنتير سيكريت. لا أظن شوف كثير من الجزائر ما يديروش لابافيت للأسف الشديد، يعني للأسف ما كانش بافيت، البعض يديرها ولكن أعتقد أنه قلة أنا شعبي أنا كما أنت، ولكن هاي البافيت أنا في جيبي هاي يعني ما بتخطينيش بكل صراحة، ولكن رانا نشوفه في الشارع ما كانش الناس ما يديروش للأسف لننتبه، لأنه حتى السلالات المتحورة هذه أي خطيرة وفعالة ورابيد يعني ردوا بالنا ردوا بالنا ما لازمش نهفوا بعضنا. قال لي اعطينا معلومه تاع الفاكس اسكو جو ما عنديش معلومات ممكن جدا لا بدينا معلومات لا لا في البلاك اوت فيه 1.6 اظن او 8 مليون جرعه توصل بين فيفري مارس وافريل، نظن في نهايه هذا الشهر 200 الف جرعه في 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 شهر مارس. فاكسين شينواز كسي سبوتنيك سبوتكين استرازينيكا استرازينيكا سبوتنيك ثلاثة معروفين تاع الصيني والروسي والاسترازينيكا فور دوموند سيتم تدارك النقص الذي سجل في قضية اللقاحات. بور تيرميني سي حنا شي ثاني العدالة الاجتماعية تفتح بعض لي كوميرس شغل لي زارتيس يشتكيو ثاني. شكرا مصطفى للاسف الوقت انتهى، سنتناولك في فرصه اخرى ان شاء الله. كما ثامر ثقما مصطفى، شكرا عبد الوهاب جاكون، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد غد بحول الله تعالى، تصبحون على خير.